الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا الصباح المبارك في مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدبي. جاءت إلينا أخت من فرنسا، الأخت مارين أودي من فرنسا، حتى تشهر إسلامها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتها على دين الإسلام. قولي ورائي مارين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبارك إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتها على دين الإسلام، وأن يبارك لها، وأن يجعلها إن شاء الله تعالى مفتاحا للهداية، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغالق للشر، وأن يبارك لها في ما أكرمها الله به.